بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلامذتي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بألف خير. معكم الأستاذ مولاي جعفر مساعد، الثانوية الإعدادية الإمام علي، مادة الاجتماعيات، مديرية العيون، الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم لجهة العيون الساقية الحمراء. درسنا اليوم يخص تلاميذ السنة الأولى إعدادي، أو لفائدة تلاميذ السنة الأولى إعدادي، وهو درس في مكون التربية على المواطنة السن. بطبيعة الحال قبل أن نشرع في تحليل معطيات هذا الدرس، لا بد لنا من التذكير بمعطيات الدرس الماضي أو ما يسمى بالتقويم القبلي. إذن في الدرس الماضي الذي كان هو الديمقراطية تحدثنا عن مجموعة من العناصر. العنصر الأول الذي تحدثنا فيه أو تحدثنا عنه هو مفهوم الديمقراطية. ما المقصود بالديمقراطية؟ إذن قلنا بأن الديمقراطية هي نظام سياسي يقوم على حكم الشعب نفسه بنفسه من خلال انتخاب نواب عنه أو ممثلين عنه عن طريق انتخابات نزيهة. إذن هذا هو المقصود بالديمقراطية. بعد الحال الديمقراطية هناك عنصر أساسي تقوم عليه، وهو فصل السلطات. ما المقصود بفصل السلطات؟ قلنا بأن فصل السلطات هو فصل السلطة التشريعية البرلمان عن السلطة التنفيذية الحكومة عن السلطة القضائية القضاء. إذن فصل هذه السلطات الثلاث عن بعضها البعض، بحيث أن كل سلطة تكون مستقلة عن بعضها البعض. وهذا هو المبدأ الجوهري في النظام الديمقراطي. المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية، هناك عدة مبادئ يقوم عليها النظام الديمقراطي. هناك مبادئ دينية. فالدين الإسلامي يدعو إلى ماذا؟ يقول الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم. إذن الدين الإسلامي يدعو إلى الشورى، يعني إلى التشاور، والتشاور هو نوع من أنواع الديمقراطية. فأنت عندما تذهب إلى الانتخابات لكي تصوت على شخص معين، فإنك تقوم هذه شهادة بطبيعة الحال، وإنك يتم الاستشارة معك هل هذا الشخص مناسب في هذا المكان أم لا، وأنت تحدد هل هذا الشخص هو الشخص المناسب في هذا المكان أم لا. ثم المبدأ الثاني هو مبدأ وطني، بحيث بأن نظام الحكم في المغرب، تلامذتي الأعزاء، تحدثنا في الدرس عن نظام الحكم في ما هو نظام الحكم في المغرب؟ نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية. إذن هذا هو النظام السياسي في المغرب. كذلك هناك مبادئ دولية. عندما نقول مبادئ دولية، فالقوانين الدولية أو المواثيق الدولية تنص على ضرورة تطبيق الديمقراطية، تنص على ضرورة تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، تنص على ضرورة وجود النظام الديمقراطي بالدول. العنصر الثالث الذي تحدثنا في هذا الدرس هو المقارنة بين النظام الديمقراطي والنظام الدكتاتوري. إذن الديمقراطية نقيضها، عندما نقول نقيضها بمعنى ضدها هو النظام الدكتاتوري. لكي نفهم ما المقصود بالنظام الدكتاتوري، سنقوم بمقارنة بسيطة بينهما بطبيعة الحال، ونستشف الفرق بينهما. في النظام الديمقراطي هناك انتخابات حرة ونزيهة، في النظام الدكتاتوري هناك انتخابات موجهة. في النظام الديمقراطي هناك انتشار الحرية، المساواة، العدل إلى غير ذلك من القيم. في النظام الدكتاتوري هناك القمع، هناك احتكار
العمل السياسي احتكار العمل السياسي من طرف حزب واحد، بينما في النظام الديمقراطي هناك تعدد الأحزاب. لذلك فمجموعة من الدول تسعى إلى تحقيق النظام الديمقراطي. لماذا؟ لأن النظام الديمقراطي فيه مصلحة للجميع. بطبيعة الحال النظام الديمقراطي تكون فيه مصلحة الجميع والكل يستفيد منه. لذلك هنا المستفيد هو الأكثرية في النظام الديمقراطي، بينما في النظام الدكتاتوري المستفيد هم الأقلية. هناك أقلية هي المستفيدة من هذا النظام. لذلك فشعوب العالم تسعى إلى تحقيق هذا النظام الديمقراطي. للإشارة أو معلومات بسيطة، هذه الأنظمة الدكتاتورية هي أنظمة سياسية تقوم على احتكار العمل السياسي من طرف حزب واحد، تتميز بقمع الحريات، تتميز أو ظهرت هذه الأنظمة بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، تقريبا بين 1918 و1938 في مجموعة من الدول الأوروبية. وأبرز الأنظمة الدكتاتورية التي ظهرت على المستوى العالمي ستقومون بدراستها في السنة الثالثة إعدادي إن شاء الله هو النظام النازي بقيادة هتلر أو بقيادة أدولف هتلر. إذن هذه بعض المعلومات عن النظام الدكتاتوري. بطبيعة الحال إذا كانت الديمقراطية قيمة إنسانية مهمة وأساسية وتسعى كل شعوب العالم إلى تحقيقها، فإن هناك قيمة أخرى لا تقل أهمية عنها، وهي قيمة مهمة وأساسية سنقوم بدراستها اليوم، وهي قيمة السلم. لذلك فعنوان درسنا اليوم تلامذة الأعزاء هو السلم. نبدأ أولا بتحديد محاور الدرس. إذن لدينا محورين. المحور الأول هو التعرف على مفهوم السلم والمبادئ التي يقوم عليها. المحور الثاني تحديد أنواع السلم وخصائصه. المحور الثالث وهو التعرف على دور هيئة الأمم المتحدة في تحقيق السلم. إذن لدينا ثلاث محاور أساسية سنحاول بطبيعة الحال خلال هذا الدرس التعرف عليها وضبطها. نبدأ بمقدمة الدرس، أو لاحظوا معي الصور. ماذا تمثل لنا هذه الصورة؟ ماذا تمثل؟ إنها تمثل حمامة بيضاء، وهذه الحمامة البيضاء هي شارة من شارات السلم، أي هي دالة من دلالات السلم. أيضا لاحظوا معي الصورة الثانية، هي صورة منددة بالحرب. ما معنى منددة؟ هي صورة مضادة أو معادة الحرب، لا تريد الحرب. لذلك نقول بأن عكس السلم هو ماذا؟ هو الحرب. مقدمة. تسببت الحروب عبر التاريخ في مآسي عديدة، فتأسست هيئة الأمم المتحدة للحفاظ على السلم العالمي. فما المقصود بالسلم؟ وما هي أنواعه ومبادئه؟ وما الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في تحقيق السلم؟ بطبيعة الحال تلامذتي الأعزاء أن تلاحظون على شاشات التلفزة وفي وسائل التواصل إلى غير ذلك أن هناك مجموعة من الحروب، يعني ومجموعة هذه الحروب تخلفت مآسي عديدة منذ أزمنة تاريخية عديدة. كانت آخر هذه الحروب الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، هناك مجموعة من الحروب التي كانت في القرن 21 إلى غير ذلك، وهذه الحروب التي سببت مآسي عديدة وسببت مشاكل عديدة للناس. لذلك فمعظم الناس وغالبيتهم تسعى إلى تحقيق السلم. إشكاليات الأساسية بطبيعة الحال لابد من ضبط المفاهيم. فما المقصود بالسلم؟ إذن لابد لنا من معرفة ما السلم، ما هي أنواعه وخصائصه، وما الدور الذي تلعبه هيئة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم العالمي. نبدأ بالمحور الأول هو تحديد مفهوم السلم ومبادئه. إذن السلم
ما المقصود بالسلم؟ إذا نقول السلم، إذا أول محور الأول مفهوم السلم ومبادئه. إذا السلم هو ماذا؟ هو الحوار، التعايش بين الشعوب والحضارات، هو التعايش، هو الحوار، هو الحوار، هو التعايش بين الشعوب والحضارات، ويقتضي بأن نعيش كمجموعة واحدة، يقتضي أن نعيش بوصفنا مجموعة واحدة، يقتضي أن نعيش بوصفنا مجموعة واحدة. إذن أن نعيش كالإخوة وأن نعيش مجموعة واحدة. إذن هذا هو المقصود بالسلم، هو حوار، هو تعايش، هو تفاهم بين مختلف الشعوب والحضارات. لماذا قلنا مختلف الشعوب والحضارات؟ لأن هذه الشعوب والحضارات هي متعددة من حيث دياناتها، بمعنى أنها لها ديانات متعددة، متعددة من حيث تقاليدها، متعددة من حيث أعراقها إلى غير ذلك. وبالتالي لا بد من تحقيق السلم، لا بد من تحقيق الحوار، التعايش، التفاهم بين هذه الشعوب. وإلا يعني العكس، أنه إذا لم نقم بهذا الإجراء فإن المصير هو الحرب، وطبيعة الحال الحرب تكون لديها ضريبتها يعني غالية جدا، خاصة على المستوى البشري، بمعنى أن تخلف لنا عدد كبير من القتلى، من المعطوبين، من إلى غير ذلك، خسائر اقتصادية إلى غير ذلك. يتخذ السلم شارات مختلفة الدلالة، مثل الحمامة البيضاء أو غصن الزيتون، بالإضافة إلى عدة رموز وعبارات بمختلف اللغات. هذا بالنسبة لمفهوم السلم. العنصر الثاني، المبادئ التي يقوم عليها. طبيعة الحال تلامذتي الأعزاء، دائما في كل دروس التربية على المواطنة خلال هذه السنة نتطرق إلى المفهوم، ثم بعد ذلك نتطرق إلى المبادئ. المفهوم ثم إلى المبادئ، بمعنى عندما نقول المبادئ أي المرجعيات الأساسية التي يقوم عليها مبدأ معين. إذن المبادئ التي يقوم عليها مفهوم السلم، هناك مبادئ دينية. عندما نقول مبادئ دينية، فالدين الإسلامي يدعو إلى السلم، ويكفي بأن اسم الإسلام أو الاسم ديننا الحنيف هو الإسلام. إذن ديننا الإسلامي يدعو إلى السلم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يقول الله عز وجل. إذن هذه الآية الكريمة تدل على ضرورة أو أن الإسلام هو يدعو إلى السلم. بطبيعة الحال ماذا بأن المغرب هي دولة إسلامية، فإن الإسلام ديننا يدعو إلى السلم. مبدأ الثاني، مبدأ وطني. مبادئ الوطنية، بطبيعة الحال عندما نقول مبادئ الوطنية، الدستور المغربي والقوانين الوطنية تدعو إلى السلم، تدعو إلى احترام سيادة الدول، عدم تدخل في شؤونها، عدم تدخل في نزاعاتها، حل النزاعات الدولية بطريقة سلمية إلى غير ذلك. وهذا ما تقوم عليه سياسة المغرب الخارجية. ثم مبادئ دولية، مبادئ دولية، بحيث بأن القوانين والمواثيق الدولية بطبيعة الحال فهي تنص على احترام سيادة البلدان، احترام اختياراتها، وتنص بطبيعة الحال على تجنب الحروب والآفات والالتزام بمبادئ السلم والتعايش والحوار. أنواع السلم، لاحظوا معي هذه الخطاطة تلامذة الأعزاء، السلم ينقسم لنا إلى ثلاث أنواع. هناك السلم السياسي. ماذا يقتضي السلم السياسي؟ يقتضي
نبذ الحروب والنزاعات المسلحة واحترام سيادة الدول. بمعنى ما معنى نبذ؟ نبذ بمعنى رفض الحروب والنزاعات المسلحة واحترام سيادة الدول. النوع الثاني من أنواع السلم هو السلم البيئي. بمعنى عندما نقول السلم البيئي أي تجنب تلويث البيئة والاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية. إذن هنا سنقوم بشرح بعض العناصر الأساسية. إذن هنا الموارد الطبيعية، عندما نقول الموارد الطبيعية، الموارد الطبيعية ماذا نقصد بالموارد الطبيعية؟ هناك الماء هو مورد طبيعي، هناك النباتات هي موارد طبيعية، هناك البترول مورد طبيعي، الفحم هو مورد طبيعي. هذه الموارد الطبيعية، هذه الموارد الطبيعية لا بد من الحفاظ عليها. إذن هذا يساوي، هذا يدخل ضمن السلم. إذن عندما نستعمل الماء فإننا نستعمله بغير تبذير، لا نبدله، كذلك النباتات، البترول، الفحم إلى غير ذلك، وهذا يقتضيه السلم البيئي. النوع الثالث من السلم وهو السلم الاقتصادي والاجتماعي، وهو التوافق بين العمال وأصحاب المعامل والدولة. إذن لابد أن يكون لدينا هناك سلم اقتصادي واجتماعي، معنى أنه يكون هناك توافق ما بين الدولة، ما بين أصحاب المعامل والعمال. فهؤلاء العمال يجب أن يشتغلوا في ظروف جيدة، أن يكون لديهم مثلا أن يكون لديهم رواتب جيدة لكي يشتغلوا إلى غير ذلك، ولكي يقوموا بقضاء حوائجهم إلى غير ذلك والتزاماتهم. وكذلك أصحاب المعامل لا ينبغي أن يتعرضوا للخسائر أو إلى الإفلاس إلى غير ذلك، والدولة أيضا يجب أن تستخلص الضرائب إلى غير ذلك بهدف استثمارها بطبيعة الحال في البنية التحتية وفي المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين. تقويم المرحلي بطبيعة الحال، ما الذي ينبغي أن نضبطه في هذا المحور؟ لدينا عرف السلم، أبرز بعض أنواع السلم وخصائص كل نوع. إذن أهم عنصر يجب أن ينبغي التركيز عليه هو التعريف بالسلم، وكذلك بأنواع السلم وخصائص كل نوع من الأنواع التي تحدثنا عنها. المحور الثاني في هذا الدرس سنقوم بكتابته هنا، المحور الثاني هو دور هيئة الأمم المتحدة في تحقيق السلم. بطبيعة الحال هذا المحور فيه عنصرين أساسيين. العنصر الأول أن نعرف ما المقصود بهيئة الأمم المتحدة إذن سنتعرف على التعريف من خلال الشاشة. إذن هيئة الأمم المتحدة أو الأمم المتحدة هي هيئة دولية يوجد مقرها بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تأسست بعد الحرب العالمية الثانية بموجب معاهدة سان فرانسيسكو سنة 1945 بهدف المحافظة على السلم وتوسيع التعاون الدولي. إذن هذا بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة. إذن هذه المنظمة تكونت بعد الحرب العالمية الثانية للحفاظ على السلم العالمي، ويوجد مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الصورة تمثل لنا شارة الأمم المتحدة، يعني رمز الأمم المتحدة. العنصر الثاني هو الوكالات، وكالات الأمم المتحدة، وكالات
الأمم المتحدة. ماذا نقصد بوكالة أممية؟ إذن هنا وكالة أممية، وكالة أممية هي مؤسسة، هي مؤسسة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة. بطبيعة الحال هيئة الأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة تتكون أو لديها مجموعة من الوكالات، أي مجموعة من المؤسسات التابعة لها، والتي توجد في كل بلدان العالم. من هذه المنظمات، لاحظوا معي، من هذه الهيئات أو الوكالات هناك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، اختصارها اليونسكو، مقرها بباريس وهدفها تحقيق التعاون الثقافي والتربوي بين الدول. إذن هذه المنظمة يوجد مقرها بباريس وهدفها هو تحقيق التعاون على المستوى الثقافي والتربوي. هناك منظمة التغذية والزراعة الفاو، مقرها بروما، هدفها رفع مستوى معيشة السكان ومساعدة المزارعين عن طريق تقديم العون لهم. ثم لدينا منظمة الصحة العالمية ويوجد مقرها بجنيف في سويسرا، هدفها الوصول إلى أفضل مستوى صحي عالمي عن طريق مكافحة الأوبئة والأمراض. لذلك تلامذة الأعزاء تلاحظون مثلا خلال هذه الأيام التي ينتشر فيها هذا الوباء أو جائحة كورونا بأن هذه المنظمة، منظمة الصحة العالمية، يعني تقريبا كل يوم أو يومين تخرج لنا بتصريحات، تخرج لنا بكيفية مثلا مواجهة هذا الوباء إلى غير ذلك، نسب انتشاره على المستوى العالمي باعتبارها هي منظمة عالمية لديها إحصائيات رسمية من طرف الدول كيف يمكن مواجهته، هل توصلت الدول إلى دواء له أم لم تتوصل إلى غير. إذن كل هذه المعطيات تكون يعني منظمة الصحة العالمية هي التي تقوم بهذه أو بهذا الأمر. خاتمة، في ختام هذا الدرس نقول بأنه رغم مجهودات الأمم المتحدة ووكالاتها ما زال العالم يعاني من مآسي الحروب وضعف التعاون بين الدول. يعني بالرغم من يعني دعوة كل بلدان العالم إلى السلم، إلى الحوار، إلى التعايش، لا زلنا نلاحظ بين الفينة والأخرى حروب هنا وهناك. وبطبيعة الحال هذه الحروب كما قلنا في بداية هذا الدرس تخلف مآسي عديدة. المصطلحات، هناك ستجدون بعض المصطلحات في هذا الدرس. هناك الهوية، هو شعور بالانتماء إلى جماعة ذات خصائص مشتركة دينيا ولغويا، يعني شخص ينتمي إلى جماعة معينة نقول مثلا هذا هويته كذا وكذا وهذا هويته كذا وكذا، بمعنى انتماؤه الديني واللغوي. هناك السيادة، وهي سلطة الدولة على مجالها الوطني. إذن السيادة هذا المصطلح تطرقنا إليه عندما كنا نتحدث عن أنواع السلم وخاصة السلم السياسي، وقلنا بأن هذا السلم يقوم على احترام سيادة البلدان. ما معنى احترام سيادة؟ احترام سلطة الدول على مجالها الوطني. ثم لدينا وكالة أممية لقد قمنا بشرحها، هي مؤسسة تابعة للأمم المتحدة وتعنى بمجال معين، أي مثلا إما أن تكون هناك مؤسسة ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية إلى غير ذلك. تقويم الإجمالي في نهاية هذا الدرس، تلامذة الأعزاء، ما الذي ينبغي عليكم ضبطه؟ ما المقصود بالسلم وما هي أنواعه؟ عرف الأمم المتحدة، أذكر الوكالات التابعة لها، بين الدور الذي تلعبه الوكالات الأممية. بطبيعة الحال نشكركم على حسن تتبعكم، وأتمنى أن تكونوا قد استوعبتم الدرس بشكل جيد، وأتمنى أيضا أن تبقوا أو تحرصوا جيدا على البقاء في منازلكم، لأن وجودكم بمنازلكم هو في صالحكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.